يأتي هذا المشروع وهو افتكاك الشهادات بموازنة تقدر 150 ألف دولار لمساعدة الطلاب المتعثرة أمورهم في استلام شهاداتهم بعد التخرج، ويكون جزء من هذا البرنامج هو تشغيلهم لمدة 3 شهور ومساعدتهم على تلمس طريقهم في العمل في سوق العمل بعد ذلك. مشروع جديد نقوم بتوقيعه في وزارة العمل مع ممول جديد، وهي مؤسسة أمان فلسطين ماليزيا. هذه المؤسسة التي قدمت وتقدم دائما لشعبنا الفلسطيني كثير من الدعم والمساندة منذ عشرات السنين، ولذلك نقول لهم شكرا على هذا الدعم. نتحدث عن مشروع افتكاك الشهادات مقابل العمل، وحقيقة هذا المشروع انطلقت فيه وزارة العمل منذ بداية هذا العام، أن نقول سنقوم بمساعدة خريجين الذين حجزت شهاداتهم منذ عدة أعوام.